مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم طبق تنفع جدا جدا فطار، تنفع في العشاء، تنفع لو عندنا ضيوف في البيت. هعمل لكم لبنه بطرق مختلفه، وهعمل لكم كمان سلطه برتقال. تعالوا اول حاجه نبتدي باللبنه وهقول لكم هنعملها ازاي. اللبنه هنعملها طبعا هقول لكم طريقتها، وبعد كده هنعملها بثلاثه صوصات مختلفه. تعالوا اوريكم مقادير كل صوص منهم او كل ديب منهم وبعدين نبتدي فيها. اول ديب عندنا عندي لبنه زيت زيتون وزعتر، عباره عن بولات لبنه او كرات لبنه وزيت زيتون وزعتر فريش. عندي بعد كده تاني توبنج او تاني ديب هنعمله، عباره عن لبنه بالخوخ والفستق. عندنا فيه لبنه خوخ عسل اوراق زعتر وفستق. تالت نوع عندنا لبنه بالدق او زيت الزيتون، مقاديرها عباره عن 40 جرام لوز، 50 جرام عين جمل، معلقتين كبار سمسم، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره كمون حب، رشه بهارات، نص معلقه ملح بحر، وربع معلقه فلفل اسود. تعالوا اول حاجه نبتدي بيها ان انا عايزه اشرح لكم اللبنه نفسها بنعملها ازاي. اللبنه من الحاجات اللي طبعا بتتعمل في معظم الدول الميدل ايست او الشرق الاوسط، خصوصا بلاد زي فلسطين وسوريا ولبنان، من الحاجات الاساسيه جدا عندهم على السفره بالذات في الصيف. طريقتها سهله جدا جدا، كل اللي محتاجينه ان احنا هنجيب زبادي، يستحسن طبعا يكون زبادي بيتي او زبادي يكون نوعه كويس، وهنحط عليه معلقه ملح. يعني مثلا لو هنعمل كميه قد برطمان زي ما هنعمل زي النهارده مثلا، هنحط عليه معلقه ملح كبيره، وهنحطه جوه شاش ونحطه في حته في المطبخ مثلا عاليه شويه نعلقه على الاقل مثلا 12 ساعه، اقل حاجه 12 ساعه. تاني يوم هنشيله وهنبتدي هنلاقيه عمل اللبنه بالاسلوب بالمنظر ده، ونبتدي بقى نعمل مع بعض الصوصات اللي هنحطها. تعالوا نبتدي اول نوع منهم، نعمل كرات اللبنه وحواريكم هنعملها ازاي. طبعا انا كنت عامله نسخه عشان وقت البرنامج، حواريكم بس دلوقتي منهم واحده او اتنين. ده منظر اللبنه لما خلصت، اجيب جوانتي ونعمل كور مع بعض. تعالوا نوريكم هنعملها ازاي. احكي لنا بالظبط بنعمل كفته، يعني طبعا كله على حسب ما يحب المقاس بتاعها، بس احنا مش عايزين نكبرها قوي علشان نقدر ان احنا نحطها في برطمان نحتفظ بيها. تقدر تقعد في الثلاجه او تقعد بره الثلاجه حتى في زيت زيتون لمده طويله، شهرين ما يجرالهاش اي حاجه. ده حجم الكور اللي هنعملها، وبعد ما هنخلصها هنزلها في زيت زيتون وزعتر، وبعدين هحفظها في البرطمان في زيت زيتون. نكبرها شوية كمان. تعالوا اوريكم اللي انا كنت عاملاها من قبل البرنامج. دي اللبنة بعد ما حطيت عليها زيت الزيتون والزعتر. تعالوا بقى نملاها في البرطمان مع بعض. زي ما قلت لكم احسن حاجه تحفظوها في البرطمان، لانها ممكن تقعد في الثلاجه وقت طويل جدا، نقدر ان احنا نستفيد بيها ونحطها كل يوم مع الفطار، مع فول، مع بيض في العشاء. تنفع حتى تتحط جوه السناك بوكس للولاد في اللانش بوكس، ما جرالهاش اي حاجه، زيت الزيتون بيحفظها. نزل زيت الزيتون كمان بالزعتر كله. واقفل البرطمان كويس جدا. ده كده اول نوع لبنه. تعالوا نعمل النوع التاني. تاني نوع هنعمله من اللبنه هيبقى طعمه حلو شويه، يعني مش هيبقى حادق، هيبقى حلو. هنعمله بالخوخ زي ما قلت لكم او زي ما وريتكم في المقادير. اول حاجه عندنا الخوخ الفريش نفسه، انا عايزه ادخله الفرن. هجيب صينيه فرن اول حاجه، وهحط عليه عسل، نقدر طبعا نستخدم اي فاكهه نحبها، ممكن مشمش يبقى حلو قوي برده. مثلا هحط العسل عليه،
والزعتر الفريش وهدخله الفرن 10 دقايق تقريبا. الخوخ هيكرمل وهيدي طعم حلو قوي قوي. تعالوا ندخله الفرن مع بعض برضو عشان وقت البرنامج. انا كنت عامله نسخه، دي النسخه بتاعتنا بعد ما خلصت. عايزه اضرب شويه الفستق، طبعا نقدر نحطه زي ما هو بس انا عايزه يبقى ملون كذا لون فهضربه شويه. زي ما قلت لكم انا مش هدقه جامد، انا كده تمام الفستق بتاعي. هجيب طبق التقديم واوريكم هنقدم ازاي. هحط اول حاجه اللبنه برضو بتاعتي، هحط عليها الخوخ اللي انا كرملته في الفرن، وبعدين هحط على وشه الفستق اللي احنا ضربناه. واخر حاجه شويه من العسل الابيض اللي احنا حمصناه اصلا مع الخوخ في الفرن. طبق حلو وسهل وسريع جدا. طبق سهل وسريع زي ما قلت لكم. هنطلع فاصل ونرجع نعمل الطبق الثالث باللبنه برضو، خليكم معانا. ورجعنا لكم من الفاصل، ودلوقتي هعمل معاكم تالت نوع لبنه اللي هي اللبنه اللي بالدقه او زيت الزيتون. الدقه المره دي مختلفه شويه عن الدقه بتاعتنا التقليديه او حتى الدقه الفلسطيني. هي شويه الدقه الاختلاف اللي فيها مكسرات زي ما قلت لكم في المقادير. تعالوا برضو نراجع المقادير مع بعض. اول حاجه انا عندي 40 جرام لوز، 50 جرام عين جمل، معلقتين كبار سمسم، معلقه كبيره كزبره ناشفه حب، معلقه كبيره كمون حب، رشه بهارات، نص معلقة ملح بحر، ربع معلقة فلفل اسود، وكرات اللبنة اللي احنا اوريدي عملناها مع بعض في الوصفة اللي فاتت. طيب تعالوا اول حاجة زي ما قلتلكوا هي اختلافها شوية ان فيها مكسرات، وان طبعا الحبوب اللي عندنا كلها حب عشان عايزين طعمها يكون مكثف وباين. فانا هحط شوية من السمسم وبعدين هضرب في الاخر المكسرات مع بعض مع الحبوب البهارات بتاعتنا كلها. عايزين نحطه على الخشب اهي بس. هزود دلوقتي عليه كمان البهارات، بقيت السمسم، كمون الحب، والكزبرة، وملح البحر. هنديهم ضربة كده خفيفة مع المكسرات، وبعدين هبتدي احطهم فوق اللبنة في طبق التقديم. انا مش عايزة اكسرهم جامد قوي زي ما قلتلكوا، بس عايزة اطلع طعمهم كلهم مع بعض يبان. اوكي، هجيب طبق التقديم احط فيه شوية من كرات اللبنة، طبعا برضو نقدر ان احنا لو عايزين نحفظها في الصوص ده هنحطها في برطمان مع زيت زيتون، يبقى لازم هنملى البرطمان بزيت زيتون برضو. لكن لو هنقدمها على طول نقدر نعملها زي ما نعملها لكم دلوقتي. ننزل على وشه الدقة أو الدقة اللي احنا عملناها، هنحطه في طبق التقديم الأول وهنزل عليه الدقة اللي بالمكسرات.
انا والشيف. نضف شويه وتعالوا نعمل طبق حلو برده سهل وسريع جدا جدا، مش هياخد مننا اي وقت. بما ان طبعا احنا البرتقال عندنا من احلى البرتقال اللي في العالم، تعالوا نعمل نوع حلو سهل وسريع ومش محتاج اي حاجه غير ان احنا يكون عندنا برتقال. مقاديرنا هي عباره عن 5 برتقالات، انا شايله القشر ومقطعاهم حلقات، عندي 2 عسل ابيض، 2 ميه مزهر، بشر ليمون، عصير ليمونه، 2 معلقة فستق مقروش، اوراق نعناع للتقديم، زبادي يوناني او جبنه ماسكربوني او جبنه ريكوتا للتقديم. هنحط العسل، لو نقدر ان احنا نعمل الحلو ده ونسيبه في التلاجة ساعة ساعتين، الصوص بيبقى طعمه احلى بكتير، او البرتقال نفسه بياخد من طعم الصوص وبيبقى احلى بكتير. هحط بشر، مية المزهر، وهبتدي انزل البرتقال عليه واضربه حبة حبة. لحد ما اوصل لقوام الصوص اللي عاجبني. ريحه ميه المزهر مع عصير البرتقال من الحاجات اللي بتليق مع بعض قوي، والنعناع والفستق برده معاهم هيبقى طعمه حلو قوي. هحط عليه دلوقتي كمان شويه من اوراق النعناع، والباقي هحطهم في التقديم. تعالوا نجيب طبق تقديم. هحط اول حاجه البرتقال، الحلقات بتاعتي، وبعدين هنزل عليه شويه من الصوص اللي عملناه مع بعض. هحط الزبادي او الجبنه ريكوتا زي ما تحبوا. هحط عليها الفستق، على البرتقال كمان، واخر حاجه بقيت اوراق النعناع اللي عندنا. شويه فستق زياده هنا. وبكده الطبق كان بتاعنا الحلو البرتقال اللي بالمية المزهر والفستق يكون خلص. عملت لكم النهارده اللبنه بتقول الطرق، اللبنه اللي بالزعتر والدقه، واللبنه اللي بالخوخ، واللبنه اللي اوراق كرات اللبنه اللي بالزعتر. عملت لكم كمان البرتقال اللي بالمية المزهر وصوص البرتقال والفستق. طبعا عايزاكم تجربوهم وتقولوا رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ولون.